السلام عليكم، معكم الحسين من دوارتين زرت جامعة ويرقان دائرة أسني. هنا راه كما كتشوف راه الناس كاملين ضروري، السكن راه كلشي مشى، وعندنا 21 وفاة أغلبهم الدراري الصغار، كلشي مشى. دابا كتشوف الناس عايشين غير في الخيام، وبالنسبة للخيام أنت كتشوف دابا الخيام صغار، ما يكفيوش حتى عائلة وحدة، عندنا خيام صغار وما كافينش، ما واصلينش للدوار كامل. المهم واصلين للدوار، ولكن كتجمع فيهم عائلة جوج عائلات ولا ثلاثة. وصلنا من واحد المحسن، حيت انا عضو في الجمعية، وصلنا من واحد المحسن سبعة ديال الخيام كبار، درنا نجمعوا فيهم واحد أربعة ولا خمسة العائلات. راك عارف دابا إلا جمعتي واحد أربعة ولا خمسة ما يكفيوش، غيكون صداع بين العائلات، راك عارف صداع، والناس كتار، الناس كتار. دابا المشكل اللي كنطلبوا حنا هو هاد ديال الخيام والسكن. المواد توصلنا بهم من عند المحسنين الله يجازيهم بخير، توصلنا بشي حاجة قضينا به. المواد دابا ما عندناش فيهم مشكل، عندنا المشكل في السكن ولا الخيام، حيت الخيام دابا حنا إلا كاع جابوا لينا الخيام الشتاء والثلج، عندنا الشتاء والثلج راه مشكلة عندنا. الشتاء والثلج دابا راه غتكون عندنا خطر، عندنا فين غادي ولادك إلا كاينة الشتاء في الخيام، غتكون الشتاء والثلج فين غاديهم؟ ما عندكش ما، المهم راك عارف هادشي بلا ما نقول لك. حنا في الجبل، حنا راه في الجبل، هنا كيكون في الثلج والشتاء كثيرة. دوك الخيام راه خاصين ديال بصح خيام ولا طواليطات. دابا راه انت طواليطات بنان بغاير يخرج، طواليط راه ما كايناش، بنان بغاير يخرج فين عيالات خصوصا تخرج بالليل، شكون غيمشي معاها؟ دابا راه المشكله عندنا هو السكن، هذا هو المشكل اللي عندنا ديال بصح، هو ديال السكن. انت راه شفتي الدوار كامل وراه هادشي اللي كتشوف واقف، هادشي اللي كتشوف واقف راه من الداخل ديالو، والله ما تخلي، والله ما تخلي، كامل مشقاق وكامل فيه الخطر اللي تخليه راه كيريسكي بحياته اللي تخلى هادشي. في الصباح راه ناعسين، انت كتحرك بين الدنيا ها في الصباح، جاب الله حنا ناعسين ما دخلناش للديور صراحه، حيت الديور ما فيهاش الامان دابا، حيت كلشي تشقق. كاين في خيام انت كتحرك بين الدنيا صافي، الناس كيتشهدوا عاوتاني في الصباح صافي. السلام عليكم. نعم اسيدي، نهار الاول طاح هادشي بلاتي. لا تقول لنا حنا من السكان المدينة باش يعرفوا البلاصه. اي حنا بلاتي سير، حنا من السكان اللي تنزرت جماعه ويلكان. ملي طاح داكشي من الاول واحد ما عقلش على واحد، كلشي خرجوا من الدار، الناس كيغوتوا، ولا العائله ديال ياسين مشات، كلشي. المهم العائله ديال الناس مشات، ماشي العائله ديال ياسين، كلشي مشات، ديور كلشي تريبو، ما بقاتش الدار، ما غاديش تدخل الدار، ما بقاتش الدار تدخل ليها، كلشي تريبو. النهار الاول ما لقيناش ما ناكل، الخبز ما كانش، الضو ما كانش، الماء ما كانش، مشيت حتى لمراكش ما لقيتش الخبز، والو، لا اله الا الله. وبعد واحد يومين جات لنا مساعده، عطانا الناس المساعده الله يجزيهم بخير، كاين الخير الله يجزيهم بخير. اي كنهضر معاه كنقول ليه راه شي باس ما كاين، راه كلشي مشى، راه ما يبقاش يهز داكشي في خاطرو، كنقول ليه داكشي. المساعده جات عند المحسنين، المسؤولين مازال ما شفنا والو، المسؤولين مازال ما شفنا والو، كنطلبوهم يجيو حتى هما يديروا اجراءات ديالهم، حتى هما طلبناهم يجي يديروا اجراءات ديالهم، هما مازال ما شفناهم عند والو، عند مسؤولين. هاد الشيء عند المحسنين الله يجزيهم بخير، الله يجزيهم بخير، الله يرحم الوالدين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.